صباح الخير، نشرة مفصلة للأخبار نقدمها من الميادين وإلى العناوين. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة ضد حكومة نتنياهو، والمعارضة تدعو إلى العصيان المدني. عبد الله يان يؤكد من دمشق التوصل إلى اتفاق لتجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا، والمقداد يربط تطوير العلاقة مع أنقرة بإزالة أسباب النزاع. بريطانيا تستدعي سفيرها من إيران للتشاور في أعقاب إعدام الجاسوس علي رضا أكبري. قتلى وجرحى في قصف أوكراني على زاباروجيا، وكييف تعلن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بسبب القصف الروسي للبنية التحتية في العاصمة. البيت الأبيض يقر بعثور محامي الرئيس الأمريكي على وثائق سرية أكثر مما كان معروفا من قبل، ومكارثي يتهم إدارة بايدن بالنفاق. أهلا بكم، ونبدأ نشرتنا من فلسطين المحتلة، حيث تظاهر أكثر من 100,000 شخص في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجا على سلسلة من القوانين والإجراءات التي أقرتها. هذا وشهدت تظاهرات مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اتهموا التحالف اليميني المتشدد بأنه يسعى للانقلاب على الديمقراطية، وأكدوا معارضتهم خطة الحكومة لتغيير النظام القضائي. رئيس الحكومة السابق إيهود باراك الذي شارك في التظاهرة وصف حكومة نتنياهو بغير الشرعية، ودعا إلى العصيان المدني سعيا لإطاحتها. أصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح بعضها خطر من جراء انفجار قنبلة يدوية في قاعدة جوية في غور الأردن. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد انفجرت القنبلة في قاعدة لواء كفير الجوية، ما أدى إلى إصابة 4 جنود توزعت إصاباتهم بين حرجة وخطرة ومتوسطة. حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار عمليات القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين سيؤدي بالأوضاع إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينا قال إن استمرار إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والاتفاقات سيوصلان الأوضاع إلى الانفجار، وأكد العزم على اتخاذ إجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة. استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الذي أطلعه على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية. وعقب اللقاء أشاد الرجوب بمبادرة الجزائر لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وشدد على تمسك الحركة بهذه المبادرة والعمل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67. وأكد أن القيادة الفلسطينية بصدد بناء استراتيجية وطنية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة. القضية الفلسطينية حاضرة في الفعاليات الدولية الأساسية. العلم الفلسطيني يرفع في التحركات الشعبية والأحداث الرياضية والمنتديات الثقافية. التفاصيل مع حسين السيد. في كل زمان وفي كل مكان العلم الفلسطيني هو الحدث، رفيق الشعوب المظلومة الثائرة والحرة، في الأفراح والأحزان وسط ساحات الثورة وميادين الاحتفالات رفع ويرفع بيد كل حر. يكاد لا يوجد بلد على هذا الكوكب لم يرفع على أرضه علم فلسطين. لا تهم الفعاليات ثقافية كانت شعبية أم رياضية. في مونديال قطر كان حضور القضية الفلسطينية أضخم وأكبر وقعا من أي شيء آخر.
أينما أدرت وجهك هنا ستجد العلم الفلسطيني أمامك. بين الحشود تحول وجوده إلى ضرورة، خصوصا أثناء الاحتفالات. لاحق العلم الفلسطيني الإسرائيليين إلى داخل منازلهم في فلسطين المحتلة عبر شاشاتهم، نصب أمام كاميرات القنوات الإسرائيلية حتى أرق وجوده مراسليها. فوق رؤوس المستوطنين في القدس رفرف متعاليا على مسيرة أعلامهم. كان موجودا دائما مع صرخات الشعوب، يطل من بين آلاف الثائرين على الظلم، ويسير مع الجموع المعترضة على زيادة الضرائب في أوروبا وأمريكا، ويرفع في أيدي المطالبين بالحرية في البحرين. وفي يوم القدس العالمي تغص به الساحات. كتب لهذا العلم أن يبقى مرفوعا مهما حاول الاحتلال بكل جبروته وإمكانياته أن يكسره أو أن ينزله. بات شعارا لهوية شعب، بل لروح أمة، بل قل تحول إلى شعلة ثورية بيد كل حر في هذا العالم. أفادت مصادر دبلوماسية الميادين بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور موسكو الثلاثاء المقبل، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن الوزيرين سيناقشان مسار عملية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن التفاعل الثنائي دوليا، كما سيناقشان الأوضاع في أفغانستان وسوريا ومنطقة القوقاز. وزير الخارجية الإيراني زار دمشق بعد بيروت، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث خلال الزيارة الملفات الإقليمية والداخلية. تقرير ديما نصيف. على عجل يتوجه وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السوري فور وصوله إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد. جلستان موسعتان وأخرى مغلقة. كل الملفات الإقليمية هي ملفات مشتركة بين سوريا وإيران، وعلى هذه القاعدة تأتي زيارة عبد اللهيان. ثلاث ساعات تناولت موضوع عودة علاقة دمشق مع أنقرة والملف النووي الإيراني والحوارات الإقليمية التي تجريها طهران في المنطقة. يجب أن نبذل قصارى جهودنا لكي تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة. هناك وثائق عديدة قد جرى توقيعها بين البلدين ويجري تنفيذها حاليا. أنا وزميلي الوزير فيصل المقداد توصلنا إلى اتفاق من أجل تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين بلدينا لتوقيعها مستقبلا. ورغم الأزمات الداخلية لدى كلا البلدين والرهان الدولي على انكفائهما بفعل الحصار والعقوبات، لا تزال دمشق وطهران تشكلان محورا أساسيا في سياقات إقليمية حيوية ومهمة، أهمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومساعي أنقرة للتطبيع مع دمشق وجهود إيرانية روسية لتعميق العلاقة مع الصين من أجل إعادة التوازن إلى المشهد السياسي عالميا. أود أن أؤكد على أن العلاقات بين بلدينا هي علاقات استراتيجية ستكلل خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة بجوانب تشهد على عمق هذه العلاقات وعلى إيمان حكومتي البلدين بضرورة تطويرها. هو سياق التنسيق الدائم يدفع الزيارات الإيرانية باتجاه دمشق من أجل فرض المعادلات التي تناسب الحليفين وتدحض كل رهان على أن تكون هذه العلاقة على مذبح التسويات الإقليمية. التنسيق بين طهران ودمشق أمر بديهي تفرضه طبيعة العلاقة والتحالف المستمر بين البلدين منذ سنوات طويلة، وهو أمر سيتوسع أكثر في المحطات التي ستقبل عليها المنطقة كما يبدو، وهو ما تؤكده زيارة عبد اللهيان وحرارة المحادثات بين الطرفين.
ديما نصيف دمشق، الميادين. التقارب السوري التركي أخذ حيزا كبيرا من مناقشة وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين في دمشق. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الوجود العسكري على الأراضي السورية. اللقاء بين سيادة الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على إزالة أسباب التي أدت إلى هذا الوضع وإلى الخلافات التي حلت مكان التوافقات التي بنيت عليها العلاقات السورية التركية سابقا. إذن يجب خلق البيئة المناسبة من أجل لقاءات على مستويات أعلى إذا تطلبت الضرورات ذلك، لأنه لا يمكن للحديث أن ينجح حول إقامة علاقات طبيعية دون إنهاء الاحتلال ودون إنهاء الإرهاب ودون إعادة العلاقات إلى المبادئ التي بنيت عليها أصلا. وفي السياق نفسه أكد أمير عبد اللهيان أن جهود إيران مستمرة لتقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أن طهران تدخلت للحؤول دون شن أنقرة عملية عسكرية في الشمال السوري. عندما علمنا باحتمال شن القوات التركية هجوما في شمال سوريا تدخلنا لمنع حدوث ذلك، ونحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجمهورية الإسلامية إضافة إلى اتصالاتنا مع سوريا وتركيا أدت إلى ترجيح الحوار بين البلدين بدلا من الحرب، ونشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وسنستمر في جهودنا لخلق التقارب وحل المشكلات العالقة بين أنقرة ودمشق. وفي موقف تصدي حذرت أنقرة من احتمال شن عملية برية تركية في سوريا في أي وقت. المستشار المقرب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن أكد أن شن عملية برية يبقى احتمالا ممكنا بناء على مستوى التهديدات الواردة رغم استمرار العملية السياسية برعاية موسكو. أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستسحب بشكل مؤقت سفيرها من إيران للتشاور، وفي أعقاب إعدام السلطات القضائية في إيران الجاسوس علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية. وأعلن كليفرلي فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري دون تحديد طبيعة هذه العقوبات. من جهتها استدعت طهران السفيرة البريطانية احتجاجا على تدخل لندن في الشؤون الداخلية لإيران، وأعلنت في بيان إبلاغها السفير البريطاني سايمون شيركليف احتجاجها على التدخلات التي تمارسها بريطانيا في شؤون إيران الداخلية بعد إعدام الجاسوس علي رضا أكبري. الوزارة أدانت بشدة ما وصفته بأعمال التخريب والعداء للأمن القومي الإيراني من جانب المسؤولين البريطانيين. حذر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، ونبه من عواقب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المنطقة. وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر حذر بن جاسم من تبعات عدم التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، ومن تسليم واشنطن إسرائيل الأسلحة التي تمكنها من قصف أهداف إيرانية. ودعا الدول الخليجية إلى أن توضح للولايات المتحدة والغرب خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة سلميا. تظاهر أنصار المعارضة التونسية وسط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس إحياء لذكرى ثورة 14 من جانفييه، ورفعوا شعارات ضد مسار 25 من جويلية، وطالبوا برحيل الرئيس قيس سعيد، ونددوا بتدهور الأوضاع في تونس. نتابع. ذكرى 14 من جانفي التي ترمز إلى سقوط نظام بن علي ونجاح الثورة التونسية أرادتها المعارضة هذه المرة تطورا نوعيا في تحركاتها واحتجاجاتها ضد مسار 25 من جويلية. أحزاب وشخصيات من اليمين واليسار احتشدت وسط شارع الحبيب بورقيبة في مشهد تكرر كثيرا في الأشهر الأخيرة تحت شعارات القاسم المشترك بينها الدعوة إلى إسقاط الرئيس قيس سعيد. نحن الآن متفائلون بميزان القوى الجديد القانوني والسياسي والاجتماعي والأخلاقي. قيس سعيد منهزم أخلاقيا وسياسيا
وقانونيا واجتماعيا، والشعب التونسي منتصر على كل هذه الأصعدة. هذا مرض من أمراض الانتقالات الديمقراطية، سننتصر عليه. احتجاجات ذكرى الثورة لم تأتي هذه المرة بجديد، فالمعارضة حافظت على انقساماتها رغم تطابق شعاراتها، وحافظت على فشلها في ضم بقية الفئات الاجتماعية. فقوى المعارضة لطالما عولت على تنامي الإحباط الاقتصادي لزيادة ضغطها على الرئيس سعيد. التداين، الانهيار المالي، الفقر، الجوع، المرض، ندرة المواد، هذاك علاش نحن اليوم خرجنا في 14 جانفي باش نوجهوا رسالة أولا للشعب التونسي، ونقولوا له الثورات راهي ماهيش سهلة، الثورات راهي صراع نتاع مصالح، وتم قوى داخلية وأجنبية ضد المصالح نتاعو، وهي اللي تقف وراء قيس سعيد اليوم. وفيما لم تنجح المعارضة في تحقيق أي اختراق سياسي عبر الشارع أو عبر توحيد تحركاتها، ينتظر أن تكون الفترة المقبلة اختباراً حقيقياً لفرص نجاح مبادرات الحوار، ولا سيما تلك التي يقودها اتحاد الشغل. لم تختلف احتجاجات المعارضة في ذكرى الثورة عن المظاهرات السابقة في الأشهر الأخيرة، فالأعداد متقاربة والشعارات متشابهة، والسمة البارزة هي الفشل في حشد الشارع الاجتماعي رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وزارة الداخلية التونسية أعلنت إيقاف 3 أشخاص متهمين بتأليف مجموعة تهدف إلى الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبث الرعب في صفوف المواطنين والاعتداء على الأمنيين. النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية تحفظت على الموقوفين بسبب معلومات لديها عن تحريضهم عددا من المراهقين والقُصّر وذوي السوابق العدلية على القيام بأعمال شغب في بعض الأحياء الشعبية. في ليبيا، أكد مدير أمن بنغازي اللواء نوري محمد السعدي أن الانقسام السياسي يؤثر في الأداء الأمني. وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، قال اللواء السعدي إن تحقيق الأمن من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني أيضا لا جهاز الأمن فحسب، وأشار إلى تزايد نسبة الجرائم بسبب الوضع السياسي المربك والتقصير في متابعة الوضع الأمني. لقي ما لا يقل عن 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة في قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوهي في منطقة زاباروجيا. عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زاباروجيا رجح ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني الذي أصاب مباني سكنية ومبنى إداريا. أعلن وزير الطاقة الأوكراني عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في معظم المناطق الأوكرانية بسبب عمليات القصف الروسية الأخيرة. الوزير الأوكراني قال إن القصف الروسي استهدف مرافق الطاقة وشبكة الكهرباء في 6 مناطق أوكرانية بينها العاصمة كييف وخاركيف والفيب، وأكد أن الأيام المقبلة ستكون صعبة على صعيد الطاقة. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طورت هجومها الناجح على محور دانييسك باتجاه بلدة سول، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة. واستهدفت ضربات صاروخية روسية مرافق حيوية للبنى التحتية في أنحاء أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي وسط مخاوف من توسع الهجوم. جددت موسكو التحذير من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لشن هجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية. السفارة الروسية في بريطانيا نشرت مقطع فيديو يظهر طائرات من دون طيار واسطوانات غاز متصلة بها، كما يظهر عدد من الصناديق المملوءة باسطوانات الغاز نفسها المخزنة في الثلاجة. وأوضحت أن مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني يظهر استعداده لاستخدام الأسلحة الكيميائية. يتزايد التدفق العسكري الأمريكي باتجاه أوروبا وآسيا تحت عناوين المواجهة مع روسيا وتحديات النمو الصيني. عمليات تسليح تشي بتغيرات جيوستراتيجية جديدة. تقرير حبيب عز الدين. روسيا والصين والغرب بقيادة الولايات المتحدة
انقسام عالمي يتفاقم وتتسع هوته يوما بعد آخر بفعل مواصلة واشنطن تزويد حلفائها بالأسلحة وإصرار موسكو وبكين على تبادل أدوار المواجهة. غيرت مفاهيم الغزو الروسي على أوكرانيا من حيادية كل من ألمانيا واليابان، هذا بالإضافة إلى يعني مسألة الصواريخ الصاعدة في الصين وكوريا الشمالية والتجارب الصاروخية منذ العام 2017 على المدى الجوي الياباني، وإمكانية غزو الصين لكوريا لجزيرة تايوان. اليابان وألمانيا تتسلحان، ميزانيات ضخمة تصرف على الحديد والبارود، سابقة هي في عهد الدولتين منذ هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية وفرض الولايات المتحدة عليهما قيودا وشروطا عسكرية استسلامية. نعم، يعني الضوء الأخضر الأمريكي أتى نتيجة أو كما يقال انطلاقا من المبدأ السائد، يعني ضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي يعني الولايات المتحدة تحاول تقوية حليفيها سواء ألمانيا أو اليابان من أجل يعني الاستعداد لمواجهة ما في حال حصلت في المستقبل القريب. تتبدل الأحوال بعد 8 عقود، تحول جيوستراتيجي في الصراع بين اليابان وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والصين من جهة ثانية، تعطي واشنطن على أثره الضوء الأخضر لطوكيو لمباشرة التسلح. تحول جيوستراتيجي آخر في المواجهة الروسية الأطلسية يدفع برلين إلى اقتراض 100 مليار يورو للإنفاق العسكري وادعاء أنها ستمتلك قريبا أكبر جيش لدول الناتو في أوروبا، وهي التي نأت بنفسها عن الحروب لعقود مضت. اليابان قررت رفع إنفاقها الدفاعي إلى 51 مليارا و40 مليون دولار لهذا العام، وإلى 318 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، مركزة على تطوير قدراتها في مجالي الجو والبحر. أما ألمانيا فستستبدل مقاتلاتها القديمة من طراز تورنيدو بأسطول جديد من المقاتلات الأمريكية F-35 وطائرات يورو فايتر ومنظومات أخرى بحرية وجوية. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في نافذتنا على إندونيسيا نتعرف إلى قصر سلطنة يوغياكارتا الذي يحتفظ بوظيفته معلما يمجد الخط الملكي للمدينة الإندونيسية الفريدة بالتوازي مع التاريخ الإندونيسي المعاصر. مفادة الميادين فاطمة قاسم زارت القصر واستكشفت متحفه الذي يؤرخ للولايات المتعاقبة للملوك السابقين. حافية القدمين استقبلتنا مسؤولة متحف كراتون داخل قصر السلطنة في يوغياكارتا، المنطقة الوحيدة ذات الحكم الذاتي في إندونيسيا ويحكمها ملك بصلاحيات سياسية فعلية. في الواقع هناك نظام داخل القصر يفرض على جميع الموظفين ارتداء ملابس الباتيك التقليدية ولا يسمح بانتعال الأحذية سوى للملك، وهذا يرجع إلى الثقافة الجوية، حيث إنه على الرغم من أن الغالبية المسلمة حاليا في يوغياكارتا إلا أن التأثر بالهندوسية والبوذية جلي مع استمرار إيمان الكثيرين بطقوس الديانتين. كأنك تعيش في التاريخ أيام كان الحكم في يوغياكارتا للسلاطين الذين بني لهم هذا القصر الكبير في القرن 18 الميلادي، والذي لا يزال مقر السلطان الحاكم صاحب الشعبية العارمة مع أسرته.
في هذا المتحف داخل القصر ممتلكات تعود إلى 38 تعاقبوا على السلطة في يوغياكارتا، ويعرض القطع الأثرية الملكية، ويقصد من السكان المحليين والسياح للتعرف على العائلة الحاكمة وتاريخها. هذا المعرض هنا داخل قصر السلطنة في يوغياكارتا يؤرخ لمرحلة السلاطين الذين مروا على هذه السلطنة من خلال اللوحات التي تروي قصص حصلت مع هؤلاء السلاطين، وأيضا بعض المقتنيات مثل الملابس. وهذا هنا يمثل امرأة كانت محاربة لغاية فترة 1812. يحكى عن قصة امرأة هزمت حاكما أو قائدا بريطانيا في عام 1812 لتحارب وتدافع عن بيتها. منذ بدأت عملي في الكراتون قبل عقود طويلة تم إعطائي اسما خاصا هو جويو رينكوكو. أعتقد أن تغييرات جذرية طرأت على السلطنة والقصر تحديدا مع سيطرة الحداثة الغربية. رغم هذا الطغيان المادي يحتفظ القصر بوظيفته كمعلم يمجد الخطة الملكية لمدينة يوغياكارتا بالتوازي مع التاريخ الإندونيسي المعاصر، متميزاً بعائلة مالكة متواضعة قريبة من الناس على اختلاف مشاربهم. تواضع نادر يتجلى مباشرة بمحيط القصر الذي يعج بعربات الباعة المتجولين والبسطات الشعبية في مشهد غير مألوف عند ذوي السلطة والنفوذ. فاطمة قاسم، يوغياكارتا في إندونيسيا، الميادين. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقر البيت الأبيض بأن محامي الرئيس جو بايدن أو محامي الرئيس جو بايدن عثروا على وثائق سرية أكثر مما كان معروفا من قبل في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاور. وبحسب محامي البيت الأبيض تم العثور على نحو 6 صفحات من الوثائق السرية أثناء البحث في مكتبة بايدن الخاصة. ويأتي الكشف الأخير إضافة إلى اكتشاف وثائق عثر عليها في وقت سابق في مرآب بايدن ومركز ابن بايدن في واشنطن عندما كان نائبا للرئيس. رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي قال إن الأمريكيين لا يثقون بحكومتهم بسبب نفاق إدارة الرئيس جو بايدن وظلمها. وفي معرض تعليقي على قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مرآب منزل بايدن، تساءل ماكارثي عن صور هذه المستندات مقارنا بين ما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب وما حدث مع الرئيس بايدن بشأن نشر الوثائق السرية على الملأ. الرئيس الأمريكي استقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض وتعهد له بالدفاع عن اليابان، مؤكدا متانة التحالف بين البلدين. وأشاد بايدن بما سماه الدور المتزايد الذي تنوي طوكيو القيام به في حماية الاستقرار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. من جهته أبلغ كيشيدا بايدن رغبة بلاده في شراء صواريخ توماهوك لتعزيز قدرات الجيش في الهجوم المضاد وفق وكالة كيودو اليابانية. الولايات المتحدة ملتزمة تماما وعلى نحو حازم وكامل بهذا التحالف، والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان والعمل عن كثب بشأن القضايا التقنية والاقتصادية بما في ذلك الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونحن نعمل على محاسبة بوتين على حربه غير المبررة في أوكرانيا، وأود أن أشكرك على قيادتك القوية في هذا الشأن. تواجه اليابان والولايات المتحدة حاليا البيئة الأمنية الأكثر تحديا وتعقيدا في التاريخ الحديث. في أواخر العام الماضي صاغت اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي، وقررنا بموجبها تعزيز قدراتنا الدفاعية على نحو أساسي بما في ذلك تعزيز قدرات الهجمات المضادة، وأعتقد أن هذا يفيد قدرات الحلف على الردع والاستجابة. حظر أمريكي على استخدام تيك توك في الأجهزة الإلكترونية الحكومية في أكثر من 20 ولاية. ما هي أبرز الخطوات التي تتخذها واشنطن للتضييق على هذا التطبيق؟ تقرير حسين السيد.
تطبيق تيك توك يحظر في الأجواء الافتراضية لولاية كنتاكي الأمريكية. سلطات الولاية أعلنت تحديث دليل الموظفين الخاص بها لمنعهم من استخدام التطبيق الصيني على الأجهزة الإلكترونية الحكومية. تطبيق جديد على استخدام تيك توك، حيث انضمت كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أمريكية أخرى، حظرت التطبيق في الأجهزة الإلكترونية الرسمية. تبرر واشنطن سياساتها المناهضة للتطبيق بمخاوف من اختراق أجهزتها من قبل بكين، وأخرى تتعلق بالأمن الإلكتروني وفق مسؤولي ولاياتها. جهاز الاف بي آي ذهب بتوصيف مخاطر التطبيق إلى مستوى أعلى بكثير، إذ عد أنه يشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، كما حذر من أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير في المستخدمين الأمريكيين أو التحكم بأجهزتهم. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة قيود جديدة تفرضها واشنطن على المنصة الصينية، فالرئيس جو بايدن كان قد أقر مشروع قانون يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تحميل تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة، وكذلك فعل مجلس النواب الأمريكي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مقتل الأمريكي الأفريقي كينان أندرسون أمس على يد الشرطة بطريقة وحشية دليل على استمرارها في سلوكها العنصري، وقال في بيان إنه من المؤسف أن الإدارة الأمريكية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بينما تسكت عن عنصرية الشرطة الأمريكية، وطالب واشنطن بتحمل المسؤولية تجاه تكرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنشاء محور لحلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية، فماذا يعني هذا الاقتراح في الشكل والتوقيت؟ وهل يأتي ردا على حلف الناتو الآسيوي الذي بدأ يتبلور؟ وهل ستسمح أمريكا بهذا الأمر؟ نتابع. لم يمنع كل التهديد الأمريكي بالعقوبات والوعيد الغربي بإثارة الفوضى قوى اليسار من العودة مجددا إلى الحكم في أمريكا اللاتينية، عودة ترافقت مع اقتراحات تتعلق بإعادة هيكلة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة تركز على الوحدة والتضامن، من دون أن تنسى هذه الدول أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من هذا المد اليساري، حتى وإن حاولت إخفاء ذلك بإرسال برقيات التهنئة رسميا. الجديد على صعيد التعاون بين دول أمريكا اللاتينية هو اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الجمعية الوطنية الفنزويلية تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية. اقتراح قال مادورو إنه بحثه عبر الهاتف مع الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي كوستافو بيترو والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز. فالأكيد أن هناك حقبة جديدة قادمة ومرحلة خاصة لتوحيد جهود وسبل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب للاقتراب من تشكيل تكتل قوي يجمع القوى السياسية والاقتصادية التي ستتحدث مع العالم، بحسب الرئيس الفنزويلي الذي أكد أن مثل هذه الكتلة السياسية يمكن أن تصبح خطا جديدا للقوة مع الصين وروسيا. حلف لاتيني جديد إذا ما تم إنشاؤه سيشترك مع الأهداف التي يتحدث عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قال إن الإنسانية يوحدها مصير مشترك، كما أنه سيشارك في بناء عالم متعدد الأقطاب والمراكز كما يؤكد دائما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع اقتراب حلف الناتو الآسيوي من الاكتمال بالمواصفات نفسها لحلف شمال الأطلسي تقريبا، هل سيكون تشكيل محور لحلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية ردا عليه؟ والنقطة الأهم، كيف ستتصرف واشنطن إزاء كل هذه المتغيرات المتسارعة في حدائقها الخلفية؟ ألقي القبض في مطار برازيليا على وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جاير بولسونارو أندرسون توريس في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة. واعتقل توريس لدى عودته بالطائرة من أمريكا للمثول أمام القضاء للاشتباه في تواطئه مع مثيري الشغب.
وسائل إعلام برازيلية أفادت بأنه عثر على مسودة مرسوم رئاسي ينص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس إناسيو لولا دا سيلفا. صحيفة فوليا دي ساو باولو ذكرت أنه عثر على الوثيقة خلال عمليات دهم نفذتها الشرطة الفيدرالية لمنزل وزير العدل السابق، وبحسب الصحيفة قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أنصار بولسونارو كانوا يخططون لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات. تصدر المرشحان للانتخابات الرئاسية في تشيكيا الجنرال المتقاعد بيتر بافيل وخصمه الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندري بابيش. وبحسب النتائج الأولية للاقتراع وبعد فرز نحو 99% من الأصوات، نال بافيل 35.39% من الأصوات، بينما حصل خصمه بابيش على 35% منها، وكلاهما سيتأهل إلى جولة الإعادة بعد أسبوعين. سوق العشار الشعبي في وسط البصرة من الأسواق الأشهر في المحافظة ومعلم من معالمها، ويعد قبلة المتسوقين من العراقيين والسياح. تقرير موفد المدينة إلى البصرة، عبد الله ظاهر. هنا سوق العشار الشعبي أحد أشهر أسواق البصرة، يرتاده الألاف يوميا ويستقطب مختلف الطبقات الاجتماعية، ويتميز بالبضائع المنخفضة الأسعار. ينتشر في منطقة العشار في البصرة عدد من الأسواق التجارية الشعبية، لعل أبرزها سوق العشار الشعبي هذا. هنا تنتشر المحال على جانبي هذا السوق لتعطي الزائرة خيارات تسويقية متعددة. هذا سوق العشار المعروف على مستوى العراق بصورة عامة، ويعني سوق شعبي، لكن اليوم سوق العشار صار محط أنظار بصراحة، الكل زائر يجي محافظة البصرة تحديدا. سوق شعبي معروف، شوية رخيص بجميع الحاجات المستلزمة، كل شيء مثل أكسوارات، جنات، حقائب، كل شيء متوفر في هذا السوق. محل تقدم الحلويات العراقية المشهورة والألبسة النسائية والرجالية وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور. وكل شيء موجود به، جنات، حقائب، أحذية كرام، أشكال وأنواع به، كلها رخيصة. هو حاجة ب500 بلف، أكثر حاجة ب10,000 دينار. هو كان بالأول متروك، بس هسه عالم تمشي به وحلو، أسواق ومحلات وزين، أحسن من الأول. بالأول بس منا بيوت ومنا سياج مال المدرسة تمشي العالم، ما أعرفه المصلحة، بس هسه تحسن. يشتهر هذا السوق الشعبي بأسعار البضائع المنخفضة مع المحافظة على جودتها، حتى بات قبلة المتسوقين البصريين والسياح العرب والخليجيين أيضا. هذا يشبه عندنا من الأسواق الشعبية الموجودة في العاصمة مسقط، وأيضا في المناطق الداخلية، بما يحتوي من ملابس وأشياء يعني يستفيد منها الشاري يعني. تعرض هذا السوق في السنوات الماضية لتفجير إرهابي أوقع عددا من الشهداء، لكنه لم ينل منه ليبقى معلما أساسيا من معالم البصرة. عبد الله ظاهر، البصرة، الميادين. أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في عملية إطلاق نار خلال تشييع جنازة بالقرب من كنيسة في العاصمة لندن. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن النيران أطلقت من سيارة كانت تمر في المكان قبل أن تبتعد عن موقع الحادث، حيث لا يزال البحث عنها جاريا. هذا ونقل المصابون إلى المستشفى، فيما تعاني الطفلة من إصابات خطرة بحسب الشرطة البريطانية. بنت الدول الأوروبية الغنية سياساتها وقوانينها تجاه الهجرة على أراضيها وفق مصالحها، وكيفتها وفق حاجاتها الاقتصادية، متجاهلة شعارات حق اللجوء والحماية التي تتغنى بها. ورغم إجراءات المنع زادت نسبة المهاجرين 46% العام الماضي، كما ارتفع عدد الضحايا غرقا وبردا في البحار والغابات. موجات واسعة من الهجرة شهدتها أوروبا العام الماضي،
وهي ازدادت بنسبة 64% عما كانت عليه عام 2021 بحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس. تشددت دول أوروبية في صد المهاجرين ومنع وصولهم إلى أراضيها، وهي تسعى إلى إقرار قوانين شرسة تناقض شعارات حق اللجوء والحماية. وفقا لتقارير الأمم المتحدة، هناك 25 ألف وفاة منذ عام 2014 على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها. منذ العام الماضي سجلت وفاة 5000 لاجئ غرقا أو على طرق برية من دون عون أو مساعدة. نهجان مدمران تسلكهما الدول الأوروبية، الأول إقفال الحدود وإقامة الجدران العازلة والمصائد لملاحقة المهاجرين، والثاني تخلي متزايد عن التنمية الفعلية والدعم الفعال للدول التي تعاني من الفقر والبطالة والتوترات الأمنية. نهجان تكملهما العنصرية المتفاقمة والعداء والتحريض تجاه المهاجرين المقيمين في أوروبا، ولا سيما مع نفاذ اليمين المتطرف إلى مؤسسات الحكم وفرض أجنداته لسن قوانين لمنع دخول المهاجرين والتضييق على المقيمين منهم. عشرات آلاف المهاجرين يفشلون في الوصول إلى وجهاتهم الأوروبية. فقد عادت أزمة الهجرة إلى الواجهة عام 2022 مجدداً مع تسجيل أكبر رقم للضحايا في سبتة ومليليا والحوض الشرقي للبحر المتوسط. واستمرت الجهات المعنية في الأمم المتحدة بقرع ناقوس الخطر مرات عديدة في السنين الأخيرة، معلنة أرقام قياسية جديدة في مستويات اللجوء والنزوح القسري العالمي الذي لم يشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية. في تقريرها السنوي قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إن عدد المهجرين من ديارهم وصل إلى 89 مليون و300 ألف شخص بحلول عام 2021 بزيادة تصل إلى 8% عن العام الذي سبقه، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي كان في العام 2011. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العناوين. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة ضد حكومة نتنياهو، والمعارضة تدعو إلى العصيان المدني. عبد اللهيان يؤكد من دمشق التوصل إلى اتفاق لتجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا، والمقداد يربط تطوير العلاقة مع أنقرة بإزالة أسباب النزاع. بريطانيا تستدعي سفيرة من إيران للتشاور في أعقاب إعدام الجاسوس علي رضا أكبري. قتلى وجرحى في قصف أوكراني على زاباروجيا وكييف، تعلن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بسبب القصف الروسي للبنية التحتية في العاصمة. البيت الأبيض يقر بعثور محامي الرئيس الأمريكي على وثائق سرية أكثر مما كان معروفا من قبل، ومكارثي يتهم إدارة بايدن بالنفاق. مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.